هذا وقد حققت مملكة البحرين العديد من الإنجازات الحقوقية الرائدة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وحرصت من خلال جهودها ومبادراتها على ترسيخ قيم حقوق الإنسان لتحظى بثقة المجتمع الدولي في هذا المجال. منجزات حقوقية رائدة شهدتها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ارتكزت على صيانة واحترام حقوق الإنسان ضمن رؤية متكاملة ومنظومة عصرية من التشريعات والقوانين التي تعزز من حقوق الفرد وتوفر له مقومات الحياة الكريمة. حققت مملكة البحرين إنجازات رائدة ومتطورة في العام 2019 استكمالا لما قامت به في الأعوام السابقة، انطلاقا من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظ الله ورعاه، والذي أسس القواعد الراسخة لتطوير البنية التحتية التشريعية والقانونية والتطوير والاستثمار في العنصر البشري في مملكة البحرين، وبالتالي صدرت الكثير من التشريعات المتعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي والتشريعي وأيضا البيئي، وأصدرت قوانين فيما يتعلق بتقدم المرأة وأيضا حماية حقوق الطفل وذوي الإعاقة وحماية العمالة الأجنبية وأيضا تطوير نظم العدالة الجنائية وأيضا تحقيق التطور في العمل النظم الشرطية وحفظ القانون. جهود كبيرة قامت بها مملكة البحرين من خلال العديد من الاتفاقيات التي انضمت لها المملكة، إضافة لسعيها الدؤوب لنشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان، كان لها تقدير عالمي مثله فوز البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان العالمي للفترة من 2019 إلى 2021، واختيارها كذلك لتبوؤ المنصب ذاته خلال دورتين سابقتين، وهذا الإنجاز يؤكد ثقة المجتمع الدولي في توجهات المملكة على صعيد احترام حقوق الإنسان وصون الحريات والحرص على الوفاء بتعهداتها والتزاماتها الدولية في هذا المجال. نحن في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان نعمل مع جميع الجهات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق أعتقد أن من أهم إنجازاتنا في العشر سنوات التي مضت هو احتفالنا في المؤسسة برؤية سيدي جلالة الملك الذي أرسى تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. نهج ثابت اختطه جلالة الملك المفدى تواصل به مملكة البحرين مسيرتها في تعزيز حقوق الإنسان، ليظل انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان جناحين تحلق بهما مملكة البحرين إلى آفاق المستقبل.